انت بس يا حاج سعيد اديني الضوء الاخضر وانا هنفذ كل اللي تؤمر بيه. انا عايز اخلص من الموضوع ده. ما تتكلم يا ابني، ساكت ليه؟ البنت طلعت حامل يا حاج، حامل، انا اتاكدت بنفسي. كارثه يا حاج، بس في حل وحيد، ان اللي في بطنها ده ينزل. قلت ايه يا حاج؟ لا يا حاج، انا مش هعمل اي حاجة غير اللي تؤمر بيها، انت تقول لي وانا نفذ. نفذ؟ انا قلت كده برضه يا حاج، انا قلت كده. بنت الكلب دي، بنت الكلب دي نسيت نفسها. الدنيا جرى فيها يا حاج. بقى الحاج سعيد، الحاج سعيد يخلف من بنت زي دي؟ كارثة. هتبقى مصيبة يا حاج، بس الحمد لله ربنا نجاك منها. الحمد لله. يا مروة، بعد إذنك يا حاج. أعمل إيه؟ أسمع كلام أمي ولا أسمع كلام ستي؟ أبوكي بعتني عشان عايز يعرف إيه آخر الكلام. موافقة. هو انت يا ترمي بلاكي على الناس يا تجيبيلي مصيبة؟ اللي بقوله ده هو اللي حصل يا عبد القوي. خلاص حصل. ايه هتعمل لي ايه يا سي عبد القوي؟ هتموتني ولا هتروح تقول لاخواتك ان انا اللي قتلت ابوهم؟ ها؟ عموما الحكم اتعمل خلاص يا حبيبي. وما عادش في منه بعد كده رجوع. لا، في كتير يا مرات ابويا، الحقيقه عمرها ما بتندفن، وكتر الكلام ما فيش منه رجا. وعلى راي اللي قال، اللي ما تعرفش تعدله وقتمه. يعني ايه يا حبه عيني؟ يعني كله بالاصول، والاصول ما عرفهاش غير اللي اتربى عليها. اخرك حقي في مال ابويا وثمان السنين اللي انا قضيتها ظلم في السجن، وكل واحد يروح لحال سبيله. بعتيني يا واطيه واشتريتيك؟ هو انت كنت عملتي خاطر لخدمتي ليكي؟ شفت منك ايه عشان ابقى عليكي؟ شفت منك ايه عشان اشرب عليه ميه؟